نظمت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين حفلا لتكريم عدد من المعلمين والتربويين السعوديين بمناسبة انتهاء فترة إفادهم للعمل بمملكة البحرين مع نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك بحضور سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وسعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل شيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين. وخلال الحفل أكد سعادة وزير التربية والتعليم عمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين، منوها إلى أن آفاق التكامل والعمل المشترك شملت كافة مجالات التنمية والتطوير ومنها التعاون الثنائي البارز في مجال التعليم. وأضاف الوزير أن مجالات هذا التعاون التعليمي شملت إلى جانب إفاد المعلمين السعوديين إلى مملكة البحرين الشراء المشترك لسلسلة متطورة من كتب مادتي الرياضيات والعلوم، والعمل على إنشاء مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية في مملكة البحرين. وأشاد الوزير بجهود الكوادر التربوية السعودية الموفدة للعمل في المملكة وخبراتها الغنية التي ساهمت ولا تزال في إثراء الميادين التربوية البحرينية، معربا عن خالص الشكر والتقدير لهؤلاء الأساتذة الأفاضل لما قدموه من عطاء متميز كانوا به خير سفراء للعلم والأخلاق الرفيعة. من جانبه ألقى سعادة سفير المملكة العربية السعودية كلمة أثنى فيها على جهود وزارة التربية والتعليم في توفير كل التسهيلات اللازمة للتربويين السعوديين. في الواقع أن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة هي أنموذجاً للعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول. فعلى الصعيد التعليمي هناك تعاون وتنسيق، يوجد العديد من الطلبة من مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية، وكذلك من الأخوة السعوديين أيضا موجودين في مؤسسات التعليم العالي أو المدارس في مملكة البحرين. لو نظرنا إلى هذه العلاقات لنجدها تتميز تتطور في كل جانب وفي كل مجال. فالتعليم اليوم يشكل دعامة أساسية للمسيرة التنموية في كلا البلدين، والتي أصبحت ولله الحمد في مكان يشار إليه بالبنان بفضل القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين. هذه الإفادة من المملكة العربية السعودية لشقيقتها البحرين ما هي إلا دليل على تجذر العلاقة الأخوية الراسخة والعميقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. تبادل الخبرات الثقافية والتعليمية جزء بسيط من مجمل العلاقة الحميمة والقوية التي بدأت منذ تأسيس المملكة العربية السعودية تآزرا وتوافقا مع شقيقتها مملكة البحرين. طبعا نحن نعتبر أن هذا الإفادة وهذه المجموعة الطيبة من المعلمين السعوديين وجودهم في مملكة البحرين هو رسالة إلى العالم أجمع بأن ما يجمع المملكتين ليس سياسيا أو اقتصاديا فقط، إنما يجمعها علميا ويجمعها تربويا ويجمعها الاستثمار في النشأ الصالح والذي سيبني حضارات هذه المملكتين بإذن الله، وأسس وطرق التعليم طريقة واحدة ليكون البحريني والسعودي قلبا واحدا وعقلا واحدا وفكرا واحدا.